من لندن ينضم إلينا مراسل الغد عمرو المنيري. عمرو، يعني في ظل هذه الأجواء من عدم اليقين، يعني رغم وجود أيام قليلة تفصل على الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي، كيف هو مزاج الشارع اللندني؟ نعم سينار، يبدو أن مزاج الشارع يتجه نحو استفتاء جديد أو استفتاء ثاني مرة أخرى، وهذا ربما ما سيسعى إليه زعماء المعارضة. هناك محاولة باتفاق بسحب الثقة ربما سيقدمه الحزب الوطني الاسكتلندي، وسيجبر بقية أحزاب المعارضة على هذا السيناريو، وخصوصا أن الأنباء الواردة من أوروبا تقول أنه ربما سيكون هناك بالفعل اتفاق، لكن هذا يستلزم وقتا أطول لمناقشات كثيرة، خصوصا أن يوم أمس كانت هناك محادثات استمرت إلى 12 ساعة ما بين المملكة المتحدة وبين الاتحاد الأوروبي، وأيضا بين رئيس الوزراء بوريس جونسون ورئيس الدي يو بي أو الحزب الوحدوي التقدمي لأيرلندا الشمالية، الذي استمر ساعة وهناك بعض التقدم، لكن هذا لا يعني أن هناك الوقت المتاح هنا في البرلمان الموافقة عليه أو على الأقل دراسته، وهذا ربما سنجد يوم السبت المقبل هذا التجمع في البرلمان، وهي جلسة خاصة جدا، ربما سنجد تقدما لسحب الثقة أو على الأقل نوع من الانقلاب الأبيض على بوريس جونسون وإقالته من منصبه كرئيس الوزراء، ومن ثم تشكيل حكومة مؤقتة. نعم. ميشيل بارني تحدث عن ضرورة وجود نص قانوني، هل الأجواء مهيئة لمناقشة مثل هذا النص، أو الوقت كافي حتى لتقديم هذا النص في البرلمان؟ هناك سباق للزمن بالنسبة لحكومة بوريس جونسون، لكن في طبيعة الحال هل أوروبا بالفعل تثق في بوريس جونسون؟ لا يبدو ذلك، ولا يبدو أن بوريس جونسون حتى الآن لديه المقومات لوضع نقاط على الحروف وتقديم هذه النوعية من الأوراق الرسمية لتقديمها إلى الاتحاد الأوروبي قبيل مؤتمر القمة. الآن ميشيل بارنييه في لوكسمبورغ مع وزراء الخارجية اطلاعهم على التطورات الجديدة، وهنا في البرلمان اللجنة الخاصة بالخروج من الاتحاد الأوروبي أيضا تناقش التطورات في هذا الأمر، لكن حتى الآن لا يبدو أن هناك ما بيد الحكومة البريطانية الذي تقدمه لتقول أنه هناك بالفعل اتفاق جاري على الأرض، وخصوصا أن المشكلة في أيرلندا الشمالية لم تحل بالكامل، هي نقطة واحدة حتى الآن التي ربما سيستطيعون التجاوز عنها، لكن التفاصيل كثيرة جدا تحتاج إلى مزيد من الوقت، وهذا يقودنا إلى 19 من أكتوبر بدون اتفاق، هذا معناه أن على بوريس جونسون وحكومته أن يقدموا تمديدا للمادة 50 وتأجيل الخروج من الاتحاد الأوروبي، هذا ربما هو الواقع حتى الآن. إذن من لندن مراسل الغد عمرو المنيري، شكرا جزيلا لك.